يا صباح الخير والامل والسعاده والتفاؤل على كل اللي بيشوفونا وبيتابعونا. يوم جديد، حلقه جديده مع مصر جميله. صباح الفل. صباح الخير. انا سكت وانت سكتي، فخلاص بقى لازم حد يقول صباح الخير. وصباح الخير على كل السادة المشاهدين بينضموا إلينا من خلال شاشة التانية. يوم جديد بيبدأ مع حضراتكم ومصر جميلة، وإن شاء الله يا رب يوم يبقى مليان بالخير والتفاؤل والأمل وكل الإيجابيات الموجودة في الدنيا يا رب بإذن الله. وزي ما احنا متعودين معاكم دايما، الإيجابيات بتكون هي الأساس في مصر جميلة. دايما بنحاول نلقي الضوء على كل حاجة حلوة في بلدنا، على كل خطوة إيجابية بتتم في مجالات متعددة جدا، تنمية في كافة المجالات بنشهدها وبنعيشها في الفترة الحالية، وإن شاء الله يكون ليها أثرها على المجتمع وعلى حياة المواطن المصري. عشان كده دايما من خلال مصر جميلة بنقول إن شاء الله بكرة هيكون أحلى وبكرة هيكون أفضل. بكرة عيد الأم، كل سنة وكل أم طيبة يا رب بإذن الله. أمين يا رب العالمين. النهاردة عندنا مواضيع متنوعة نلتقي بيها من خلال مصر جميلة. هنتكلم طبعا على تشريف التمثيل المشرف للمصريين في الخارج ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسية، وهنتكلم كمان على الانتخابات في الداخل 26 و27 و28 ومجهودات وزارة الداخلية لتأمين الانتخابات في هذه الفترة. هيبقى عندنا كمان موضوع مهم جدا هنتكلم فيه على زيارة الرئيس البشير لمصر بالأمس واحتفال الأسرة اللي حضروا مع السيد الرئيس. الحقيقة بالأمس كانت احتفالية كبيرة شهدها استاد القاهرة بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البشير، وكان لقاء يعني بيجمع ما بين الأشقاء. طبعا مصر والسودان علاقات ممتدة من طويل الأزل، ومش دايما لما بنتكلم عن السودان تحديدا بنقول السودان الشقيق، لأن مصر والسودان دايما يعني بتجمع ما بينهم روافد كثيرة جدا، وده كان بيظهر حتى من خلال العلاقة اللي كانت واضحة جدا فيها كثير من الحب وكثير من الود والمشاعر الجميلة ما بين الرئيس عبد الفتاح السيسي والرئيس البشير في احتفالية الأسرة المصرية. وطبعا حضور الرئيس عمر البشير احتفال مصر بالأسرة المصرية دلالة كبيرة جدا على الأخوة ما بين الشعبين. احنا بنعتبر ان السودان وشعب السودان أخ شقيق، وامتداد طبيعي لمصر ان احنا يكون العلاقات على أحسن ما يمكن ان تكون ما بين بلدين، لأنه طبعا احنا يعني شعب لا ننفصل، زي ما بنقول أخوة مستمرة وعلى مر العصور. طبعا الموضوع يعني مقابلة السيد البشير ابتدت بمؤتمر صحفي بعد مجموعة من المحادثات، أكد فيه الرئيس تعزيز سبل العلاقات ما بين البلدين واستمرار التعاون في مجالات مختلفة زي الطاقة والكهرباء والربط الجوي والبحري وأيضا البري، والاستفادة من الخبرات المصرية والسودانية. وأعتقد تحديدا يا نجلة جزئية الربط البري دي نقطة مهمة جدا، لأنه طبعا الحديث على السكة الحديد اللي هيبقى من القاهرة ويوصل صحيح للكيب تاون اللي هيسهل حاجات كتيرة جدا. صحيح، مجالات تعاون متعددة بنشهدها في الفترة الحالية، ويمكن في مجال وسائل المواصلات اللي بتربط البلاد ببعضها ده مش مجرد يعني مشروعات بتتم، لكن دي تنمية في مجالات كتيرة جدا. وسائل النقل دي يعني معناها ان انا اكون موجودة، ان انا يبقى ليا استثمارات هناك، ان هم يبقى ليهم استثمارات هنا. دي من الاساسيات اللي بتكون مطلوبة بشكل كبير، خاصة ان يعني السودان ليها الخصائص الخاصة بيها، سواء كانت خصائص طبيعية او يعني غنية باشياء كثيرة جدا. اوجه التعاون المصرية السودانية ممكن يكون في نوع من التبادل في العديد من الاشياء، كمان اكتساب الخبرات المصرية وتواجدها في السودان بيكون ليه اثر كبير جدا. وده الحقيقة يعني من الاشياء اللي كانت محور يعني الحديث بالامس، ومن خلالها كان هناك الاتفاقيات زي ما احنا متعودين دايما يكون في نوع من البروتوكول او مذكرات التفاهم اللي بتتم ما بين مصر وما بين أشقائها من الدول العربية والأجنبية. ده كله كان من خلال الزيارة اللي تمت بالأمس. تعظيم الاستفادة طبعا من العلاقات ما بين مصر والسودان شيء مهم جدا، والحقيقة انه يعني الاتفاقات اللي بتتم ما بين مصر وكل الدول بتبقى مبنية على علاقة مكسب للطرفين، مصر والبلد اللي بيتم معاها الاتفاقات المختلفة. واعتقد انه الاتفاقات ما تم بالأمس في الحديث عن تعزيز العلاقات المصرية السودانية شيء مهم جدا وهام جدا. صحيح. في هذه المرحلة، وخاصة لو هنتكلم في مجال الطاقة ومجال النقل.
صحيح. والنقل ده هيسهل انه يعني ممكن يفتح مجال ان احنا نستورد لحمه من السودان، وهم عندهم مزارع طبيعيه كتيره جدا. صحيح. أهم حاجة. اللي هيساهم برضو بتقليل تكاليف. حاسه ان ده اللي لفت انتباهك. لا يعني اعتقد شيء مهم جدا. صحيح. انه سبل النقل تبقى سهله ما بين البلدين، نقل البضائع ما بين مصر والسودان ومن مصر لافريقيا ومن افريقيا لمصر. صحيح. عن طريق السكه الحديد هيقلل جدا في يعني السعر اللي يكون مطروح في السوق، وهيخلي الدول اللي هتمر فيها السكه الحديد تستفيد ومصر كمان تستفيد. ده طبيعي جدا، لان كل دوله بيبقى ليها ثرواتها وبيبقى ليها امكانياتها المتواجده فيها. التكامل ما بين الدول العربيه والافريقيه ده بيتيح فرصه كبيره جدا، واتكلمنا قبل كده عن وجود سوق عربيه ووجود سوق افريقيه وتواجد المصري فيها. كمان عندنا العديد من القضايا المشتركه، يعني لما بتكلم عن قضيه المياه مثلا السودان طرف اساسي في هذه القضيه. طبعا. وخلينا برضو نقول انه في الفتره السابقه كان في بعض الايادي اللي كانت بتحاول تخرب العلاقه ما بين مصر والسودان، ولكن طبعا صوت العقل لازم هو اللي يصوت في النهايه. والتاريخ، والتاريخ والعلاقات بيقول ايه؟ ومصب نهر النيل. بالظبط. التاريخ بيقول ان مصر والسودان بلدين شقيقين بتجمع ما بينهم اواصر كثيره جدا، سواء كانت علاقات يعني على كافه المستويات. بنلاقي الاسره المصريه والاسره السودانيه متواجدين بشكل طبيعي جدا، حتى في العادات وحتى في التقاليد بنجد ان اشياء كثيره مشتركه ما بين الشعب المصري والشعب السوداني. وفي النهايه كل اللي يهمنا ان مصر تكون دايما متواجده مع كافه الدول العربيه والافريقيه والاوروبيه ايضا، نحاول ان احنا دايما يعني يكون لينا التعاون الخاص مع هذه الدول. بالفعل غادر رئيس البشير القاهره بعد هذه الزياره المثمره اللي بنعتقد جميعا انها ان شاء الله يكون ليها اثار ايجابيه في الفتره الحاليه والمستقبل القريب على مش بس العلاقات المصريه السودانيه، لكن على اوجه التنميه في شتى المجالات زي ما ذكرنا وقلنا في العديد من المجالات اللي فيها اوجه تعاون ما بين مصر والسودان نشهدها قريبا باذن الله. طبعا دي كان بشكل سريع ملامح عن الزياره اللي تمت بالامس، وزي ما قالت هند بنتكلم كمان على الانتخابات الرئاسيه اللي حصلت والصوره الجميله اللي شفناها وعشنا معاها على مدار الايام القليله اللي فاتت، صوره المصريين بالخارج ومشاركتهم في الانتخابات الرئاسيه. وتوقعنا ان لا في الداخل هيكون اكتر، فتكون الصوره يعني بنفس هذا العرس الديمقراطي اللي شفناه وشاهدناه في الخارج. هنطلع لفاصل مع كل مشاهدينا ونرجع على طول نواصل لقائنا مع حضراتكم واول فقراتنا في مصر جميل.